ايش بيك سامر؟ بشرف الشغله كلها يمي، بس يراد لها شويه رقضه. وانت تعرف فاضل ما يقصر بين الناس الطيبه واللي تقدر التعب. يعني هسه بفطم من فدوى لعينك، الشغله اكيد تصير. ايش بيك سامر؟ اكو شيء ما يصير؟ تصير تصير، لا تشيل هم. زين وعقيد ماجد شلون؟ يابا يا عقيد ماجد، مو قلت لك الشغله يمي، هو اللي دزك عليه ما قال لك فاضل ايش يقدر يسوي؟ لا داري ليش جيت عليك يا عيد. اي شغلتك يعني ترى هي مليوسة ومو سهلة، بس انا راح اركض لك بيها زين، لا تشيلها. سامر تعال اليوم بالليل واحنا نتفاهم زين. يلا في مال الله. السلام الله يا تدس وروحك فاضل، ما تخاف. لين اخاف؟ ترى السالفه ما بيها شجاعه فاضل، تدري اذا وصلت الشؤون شي يصير بيك؟ والله ما تسوى. هاي الناس تجي للمركز، ناس تجي متضرره وناس تجي بباطل، وانت اذا تاخذ من المتضرر حرام، واذا تساعد الباطل وتاخذ من عندهم حرام. شنو السالفه فاضل؟ اقول لك هاني، انا سالتك في يوم انت ليش بس على الراتب؟ لا يمكن مره قلت لك خلي ايدك بايدي وانا اخلي امورك توب، وانت ما قبلت، وراها لحيت عليك. لا خلاص انت هم مالك شغله بيه، كل شيء تتعلق بنكراحه، والمساءله القانونيه والحلال والحرام علي مو عليك. شو كانك زعلت؟ ترى انت لو ما تهمني واخويا وصاحبي هذا ايش عليه؟ ايش تريد تسوي سوي. يابا مشكور ورحم الله والديك. يلا فر السياره منها وارجع للمركز. وين نرجع؟ وكاميرات المنطقه؟ ايش بيك هاني؟ انت من كل عقلك الناس تعطي التسجيل مال كاميراتها؟ كيفهم؟ ترى احنا عندنا قرار قاضي. يابا نقول ما لقينا. الشغله قديمه صار لها اكثر من شهر، والكاميرات تمسح ورا 5 ايام. بابا هاي شغلة الكاميرات بيها فتنة، وأنا أريد أمنع فتنة. هاي شبيك هاني؟ يلا أرجع. صار روح على 1001 وبس، كل ليلة قصة.